السلام عليكم متابعين قناه ديم كويزين فاسيل. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنىكم ان شاء الله كلشي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو نتاع اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لاطاط بالكيوي، كتجي زوينه بزاف. كنحتاج لهاد الوصفه هذه نص كيلو ديال الكيوي. انا ديجا نقيته، قلعت ليه القشره يعني باش ما نطولش عليكم لا فيديو. عندي هنايا الناباج راه معروف، يعني هو هذا كيتباع هكا في هاد لابواط. وعندي هنايا لاباط فويتي، راه ديجا قدمتها لكم، غتلقاو الوصفه ديالها تحت لا فيديو صندوق الوصف كي كتشوفوا هكذا. انا ديجا راني طيبتها، كنسرحها هكذا فوق بابي كويسون وكنتقبها وكنطيبها كنديرها طيب. وعندي هنايا كريم باتيسري، غادي ندوز كريم باتيسري، غادي نسمو بالعصير ديال السيترون، غادي ندير غير شويه. وعادي ونخلطو هكذا. بصح دائما واحد الملاحظه، حتى يطيب كريم باتيسري عاد ديروا السيترون باش ما يديرش كيخسر. الا درتو في الاول كيتخسر، كيتقطع لكم لا كريم، ما كيبقاش زوين. حتى كيطيب عاد تبقاو عاد ديروا اللي بغى ينسم بها، واللي ما بغاش يدير غير سميتو الفاني. ولا كريم باتيسري حتى هو راه ديجا قدمته لكم، غادي تلقاو لا غوسيت ديالو تحت اسفل لا فيديو. المهم غادي ندوز دابا نقطع الكيوي. كنجيب انايا هاد سميتو القطاع، عندي كتسهل عليا، وكنبدا كنقطع الحجم اللي بغيت، ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق. واللي ما عندوش هاد القطعة يقدر يقطع غير بالموس، غير يديرهم متساويين باش كيجيو زوينين. هانتوما كي كتشوفوا كيجي على هاد الشكل، هذا كيجي بحال هكذا. غنستمر بحال هكذا حتى نسالي كاع هاد الكيوي اللي عندي. نتلاقاو من بعد. بعد ما ساليت الكيوي ديالي قطعته، هانتوما كيجي على هاد الشكل هذا. دابا غادي ندوز ندير لكريم. ودائما لكريم ديروه كبوه يكون سخون، الا خليته حتى برد يعني منين كتخويه هكذا على لاباط، على الباط فوتي ديريكتومون ديروا الكيوي ولا لي فخوي اللي بغيتو باش كيلصق عليه. ولا خليته حتى برد يعني ابخي ما كيلصقش عليه وما كتجيش لاطاط زوينه، كيبقى كيزلق هذاك الكيوي ولا الفخيز. ولا راني ديجا قدمت لكم هاد سميتها بالفخيز، كتجي زوينه بزاف، يعني كاع لي فخوي اللي عندكم تقدروا ديروهم. كنسرحو مزيان على كاع الجوانب باش ما كيبقاش داك الفراغات، وكنبدا كنستف دابا الكيوي ديالي. دائما كنبدا من الطرف، وكنبقى ندير هانتوما كنظن راه تكون باينه، وكندير شويه النص، ماشي النص كامله، غير واحد شويه كنديرو من فوق اختها باش كتجي كيجي واحد المنظر زوين. هانتوما بحال هكذا.
كتجي طريقه سهله وكيجي في نفس الوقت المنظر كيجي زوين وكتجي زوينه وكتجي سميتها لاباط كتجي مقرمشه كتجي زوينه في ملي كتكونوا تاكلوا كتجي ديك القرمشه فيها زوينه. واللي بغى يديرهم يعني صغيرين يديرهم صغارين يعني كيبقى اختياري لكل واحد، حتى صغيرين كيجيو زوينين كيجي واحد المنظر فيهم زوين. كي كتشوفوا هاني كملت الدوره، عاوتاني غادي ندوز للدوره الثانيه نفس الشيء ندير نفس الطريقه. واللي بدا اللي بغى يبدا من الوسط يبدا، انا كتجيني هكذا من الطرف حسن. غنبقى هكذا غاديه حتى نكمل هاد لاطارت ونتلاقاو باش ما نطولش عليكم. من بعد ما كملتها نتوما كي كتشوفوا كتجي بحال هكذا، كتجي زوينه بزاف، كتجي واحد المنظر غزال. بقى لي هاد شويه من نص كيلو كي كتشوفوا، يعني دائما كيبقى داكشي اللي ما زوينش كنحيدوه. هاني سخنت داك الناباج في الميكرووند ودابا غادي نبدا كندهن سميتها هاد لاطاغ ديالي من الفوق. من بعد ما ساليتها كي كتشوفوا دابا غادي ندخلها للثلاجة حتى تبرد ونقدمها ان شاء الله. من بعد لاطاغ ديالي ما بردات هانتوما كي كتشوفوا كتجي زوينه، كيجي هذاك الناباج لاصق عليها كتجي بارده زوينه، ما بقى لينا الا ناكلوها. هذه تهلاو ليا فروسكم، الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوها وتابوني في لاشين ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.